يمزج الشاب حسام نعيم بكل حب وإتقان ومهارة هذه المقادير والأنواع من العطورات بنسب ومعايير محددة وتركيبات مختلفة لأغراض علاجية معينة، مراعيا في تركيبها ملائمتها لطبيعة وصفات كل شخص على حدة، لا يمل من الساعات الطويلة التي يقضيها في الدراسة والتجربة والتطبيق. عندي عشق وله للعطور، طورنا العطور، عدنا صياغة العطور لوصلنا لصيغة. عندي شي 24 صنف حاليا، وفي أكثر، يعني في أعمل بعد أكثر، بس القهوات القدرة المادية. نحن العطور تعبنا على صيغتها كلها، بتشم أي عطر ما بتضيع، فهذه السمة الموجودة فيه لأنه صيغته جديدة ما بتضايق اللي حواليك. ورحلتي بالعطر هي استكشافية، لاكتسب خبرة، لأنقل معلومات للناس في قسم كبير بيجهله. أثار جانبية، ما في أثار جانبية إله طبعا، غير بحالي. مش كل العطور إلى نفس التأثير، طبعا كل عطر له تأثير شكل. نحن بالعطور المعروف يعني بالسوق بالأسواق وكذا، للأسف ممكن واحد يشتغل من باب مادي، فالعطار ما بيشتغل بالباب هذا. أنا عم بشتغل كمهنتي كعطار لأنقل شيء أسعد الناس فيه. إقبال كبير لاقته هذه العطور وارتياح من الزبائن الذين ارتادوا محله في وسط السويداء لوصف حالتهم ومرضهم، والذي بدوره يصمم العطر المناسب لكل منهم، مضيفا مع كل محاولة وتجربة أصنافا جديدة من العطورات العلاجية. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.